دكتور بسمع، تفضل يا كم سعودي. علامة على الكوزات؟ الكويزات عليهم 15 علامة. و25، بضل 10 علامات على نعم، وفي عندنا 5 علامات على الغيابات، وفي عندنا 5 علامات على الأسايمنت. تمام دكتور، شكرا. ولا يهمك. اوكي، الان يا شباب رح نبدا مع بعض بتوبيك 5 او تشابتر 5 اللي هو موضوع النمبرنج سيستمز، النمبرنج سيستم والتوز كومبلمنت. هون الان رح ناخذ كيف بدي امثل الارقام داخل الكمبيوتر، وشو هم الانظمه الرقميه زي الباينري اللي هو النظام الثنائي، زي الديسيمال النظام العشري، زي الهكسا ديسيمال نظام السادس عشر، الاوكتال نظام الثماني، وكيف احول من كل نظام الى اخر، كيف انا احول من كل نوع الى اخر. اوكي، الان اول شيء رح ناخذ الكومون نمبر سيستمز. عندنا الان مجموعه انظمه رقميه، اول شيء نظام الديسيمال اللي هو النظام العشري، البيز له 10، وفي 10 رموز او 10 ارقام او 10 خانات اللي هم من 0 1 2 3 4 الى 9، من 0 ل 9، فهذول عددهم 10، وهذا هو النظام المعتمد عندنا هلا. انت بتحكي انا علامتي في ماده 80 مثلا، او انا جبت في علامه الميد مثلا 20 من 25 او 15 من 25. نحن الان تعاملنا مع النظام العشري، مع النظام الديسيمال. الآن في عندنا نظام آخر اللي هو الباينري. الباينري هذا النظام اللي بيعتمده الكمبيوتر واللي بيعرفه الكمبيوتر، اللي هو المشين لانجوج، لأنه المشين لانجوج باينري، فيها السيمبولز 0 أو 1، فيها الأرقام 0 أو 1، الكمبيوتر بيعرف يا 0 يا 1. هذا الآن الباينري البيز لإله 2، البيز لإله 2، الأساس لإله 2، لأنه عندك أنت احتمالين لأي خانة بالباينري، إما تكون 0 أو 1. بينما الديسيمال البيز لإله 10، البيز لإله 10، وأي خانة بالديسيمال إلها يعني واحد من أصل 10 احتمالات، قد تكون 1 أو 0 أو 2 أو 3 إلى 9. لأن في عندنا كمان نظام آخر اللي هو الأوكتل. الأوكتل هو نظام ثماني، فبما انه نظام ثماني فالبيز لإله راح يكون 8، والسيمبولز المستخدمه فيه اللي هم 0 1 2 3 4 الى 7، من 0 ل 7، فهذول هم السيمبولز الموجودين بالنظام الثماني. وما في 8، بعد 7 بقلب العداد بصير 0 1. رح ناخذ عليها مثال. وعندنا اخيرا في نظام الهكسا ديسمال اللي هو نظام السادس عشر، انا عبره بقدر امثل بيانات، وكل خانه فيها، ممكن يكون لها 16 احتمال، من اسمه هكسا ديسمال اللي هو نظام السادس عشر. فالقيم اللي له ممكن تكون 0 1 2 3 4 الى 9، من 0 الى 9 هذول عددهم 10، من 0 إلى 9 عددهم 10، لأنه من 1 ل 9 عددهم 9، فمن 0 يعني ل 9 عددهم 10. الآن A بتكون لها القيمة 10 ديسيمال، يعني عندنا بالهكسا بتبلش الأرقام 0 1 2 3 4 إلى 9، بعد ال 9 بدي أمثل ال 10، بعد ال 9 اللي هي يعني 9 بدي أمثل ال 10، فال 10 بمثلها بالهكسا ب A، بمثلها ب A، فهي 10 كديسيمال يعني كرقم نظام عشري بالهكسا A. لأن ال B تعتبر 11 القيمة اللي بعدها، ف B بالهكسا هي عبارة عن 11 بالديسيمال. بعدين عندنا C D E F، فالاف اللي هي 15، الاف اللي هي 15 كديسيمال. طبعا اكيد الان A B C 12، D 13، E 14، والF 15. فانا هيك الان قدرت امثل الارقام من 0 الى 15، من 0 الى F، من 0 الى 15 مثلتهم انا بخانه واحده اللي هي بنظام الهكساديسيمال، فالان هذول هم يا شباب الانظمه الرقميه اللي عندنا، نظام ديسيمال باينري اوكتال وهكسا،
الآن رح نأخذ كل واحد فيهم وكيف نحول من كل واحد فيهم إلى باقي الأنواع. رح نأخذ كيف نحول من ديسيمال إلى باينري، من ديسيمال إلى أوكتال، من ديسيمال إلى هكسا، وبالعكس من ديسيمال، من هكسا إلى ديسيمال، من هكسا إلى أوكتال، من هكسا إلى باينري، من أوكتال إلى باينري، من أوكتال إلى هكسا. رح نأخذ التحويلات بين كل واحد فيهم إلى باقي الأنواع، بين كل واحد فيهم إلى باقي الأنواع. طيب أوكي، الآن عندنا مجموعة معلومات عن الباينري نمبرز. Each digit of a binary number, each 0 or 1 is called a bit. نحن الآن نعرف إنه كل باينري نمبر، كل خانة فيه نحن بنسميها بت، نحن بنسميها بت، لأنه المشين لانجويج هي عبارة عن الباينري نمبر والمشين لانجويج تحتوي على بتس. نعم فضلي صبية. في صوت مزعج كان بالتسجيل. طيب أوكي دقيقة شوي بالله. أوكي فالآن الباينري نمبرز هي الأرقام الثنائية، كل خانة فيها أنا بسميها بت، أنا بسميها بت. الآن الون، طبعاً الآن بدنا نحكي عن الوحدات القياس، وحدات قياس البيانات. أنت اللي لما تخزن بيانات عندك على الكمبيوتر أو تخزن بيانات عندك على التليفون أو تخزن بيانات على السيرفر إلى آخره، تحكي أنا عندي تليفون فيه 32 جيجا بايت، أو أنا عندي مثلاً فيديو حجمه 1 جيجا بايت. الآن الجيجا بايت هي عبارة عن وحدة قياس بيانات. أنت الآن عم بتقيس كمية البيانات، قديش عندك بيانات، أو قديش هذا الفيديو أو هاي الإيمج قديش حاجزة من الذاكرة أو من الذاكرة الثانوية عندك. زي أنت الآن لما تحكي أنا نزلت على السوق وأشتري مثلاً 2 كيلو لحم مثلاً، هاي عبارة عن وحدة قياس وزن. الآن نحن لما نخزن بيانات على الكمبيوتر، هاي البيانات لما خزنها أنا على الكمبيوتر رح تأخذ مساحة، رح تأخذ مساحة ورح تأخذ سعة. فالآن في عنا نحن وحدات عشان أحسب عبرها سعة تخزينية على الكمبيوتر أو على الوحدات الإلكترونية، سواء كان تليفون أو كان كمبيوتر بي سي أو كان لابتوب أو كان تاب إلى آخره. الآن عندنا الـ 1 بايت، الـ 1 بايت هذا عبارة عن 8 بت، عبارة عن 8 بت. يعني أنت الآن لما يكون عندك مثلاً 1001 1101، هذول عبارة عن 8 بت، هذول 8 بت، 8 باينري نمبر، هذول هيون 1001 1101، هذول عددهم 8. ف8 بت هذول يمثلوا 1 بايت، هذول عبارة عن 1 بايت، هذول عبارة عن 1 بايت. يعني ال8 بت لما اخزنهم انا بحكي عنهم 1 بايت، هذول بياخذوا سعة ال1 بايت. الان في عندنا وحدة بعد ال1 بايت اللي هي الكيلو بايت، اللي هي 1 كيلو بايت. 1 كيلو بايت هذا عبارة عن 2 أس 10 بايت، 2 أس 10 بايت، و2 أس 10 يعني 2 مضروبة في نفسها 10 مرات، 2 مضروب في نفسها 10 مرات، يعني 2 في 2 في 2 في 2، هذا الحكي بنحكي 10 مرات، فهذا الرقم بيساوي 1024. الآن 2 أس 2 4، أس 2 8، أس 2 16، أس 2 32، أس 2 64، أس 2 128، أس 2 256، أس 2 256، بعدين بصير عندنا 512، بعدين بصير عندنا 1024. ف 2 أس 10 بتساوي 1024، 2 أس 10 بتساوي 1024. فإذا ال 1 كيلو بايت بيساوي 2 أس 10 من البايت، فبيساوي 1024 بايت. لا نحن بنحكي عنه تقريبا 1000 بايت، نحكي عنه نحن تقريبا 1 بايت. يعني مثلا ممكن انا احكي لك انا عندي صوره حجمها مثلا 10 كيلو بايت، 10 كيلو بايت ممكن نحكي عنها تقريبا بانها 10000 بايت، 10000 بايت. لكن بالضبط قديش بالضبط اللي هم ال 10 كيلو بايت عباره عن 10 ضرب 1024 بايت، هذا الحكي لما احسبه انا بدقه، لكن احنا تقريبا نحكي عنه 1000 بايت، نحكي عنه 1000 بايت. لان عندنا وحده بعد الكيلو بايت اللي هي الميجا، والميجا يمكن مستخدمه اكثر بالنسبه لكم، الميجا والجيجا والتيرا. الميجا بايت، 1 ميجا بايت هي 2 أس 10 الوحده اللي قبلها،
فالواحد ميجا بايت اللي هي 2 أس 10 كيلو بايت. واحد ميجا بايت 2 أس 10 من الكيلو بايت. 2 أس 10 من الكيلو بايت اللي هي 1024 كيلو بايت. أوكي خليني أضيفه هنا أنا. الواحد ميجا بايت هاي بتساوي 1024 كيلو بايت، لأنه حكينا عنها واحد ميجا بايت هي 2 أس 10 من الكيلو بايت، يعني 1024 كيلو بايت. الآن الكيلو بايت ما هي نفسها عبارة عن 1024 بايت، فهذا الحكي يساوي 1024 ضرب 1024، عوضت بدال الكيلو بايت حجمها بالبايت، فحجم الكيلو بايت اللي هي 1024 بايت، فعوضت بدال الكيلو بايت هي 1024 بايت. ال 1024 هي موجودة من أول، فضربتها ب 1024 بايت، ف 1024 ضرب 1024 كيلو بايت، هذا هو سوري مش كيلو بايت هي بايت، هذا هو حجم الواحد ميجا بايت. يعني الواحد ميجا بايت عبارة عن 1024 في 1024 بايت، يعني تقريبا مليون بايت، تقريبا مليون بايت، وبالضبط بيطلع لنا 1,048,580 بايت. الآن الواحد جيجا بايت عبارة عن 2 أس 10 من الميجا بايت، 2 أس 10 الوحدة اللي قبلها، يعني عبارة عن 1024 ميجا بايت، والميجا بايت بتعوضها بتحولها إلى كيلو، والكيلو بتحوله إلى بايت، فبيطلع عندك الواحد جيجا بايت عبارة عن 1,073,741,824 بايت. وهذا الحكي تقريبا عبارة عن 1 billion بايت، عبارة عن 1 مليار من البايت، 1 مليار بايت. لأن آخر وحدة رح نعطيكم إياها هي 1 تيرابايت. تيرابايت هو عبارة عن 2 أس 10 من الجيجا بايت. طبعا هي هنا خطأ، 1 تيرابايت هي 2 أس 10 من الجيجا بايت، 2 أس 10 من الجيجا بايت. خليني الآن أعدلها. هاي بدل تيرابايت جيجا بايت، عدلوا لي إياها معلش. فهي عبارة عن 1 تيرابايت هي 2 أس 10 جيجا بايت، 2 أس 10 الوحدة اللي قبلها اللي هي جيجا بايت، فبالتالي بتساوي عبارة عن 1 تريليون بايت. 1 تريليون بايت اللي هو 1,000 مليار، 1,000 مليار بايت. لأن بالنسبة لنا نحن يعني هلأ بدور مثلا على يعني كمبيوتر بحكي لك أنا عندي هارد ديسك 1 تيرابايت، فبتخزن 1,000 مليار بايت، طبعا كمية ضخمة من البيانات. ممكن تحكي أنا عندي تليفون في مثلا ذاكرة 64 جيجا بايت أو 128 جيجا بايت أو 32 جيجا بايت، والتليفونات القديمة كانت تخزن 16 جيجا بايت و8 جيجا بايت ووحدات أقل من ذلك. الآن الميجا بايت الكاش، الكاش اللي بتكون موجودة بداخل البي سي بداخل الكمبيوتر بتكون حجمها 4 ميجا بايت أو 8 ميجا بايت أو 16 ميجا بايت حسب نوع السي بي يو اللي عندك. فبالتالي هاي الآن وحدات تخزين، لأن إحنا بنتعلم كيف نحول من وحدة لأخرى. طبعا هاي الوحدات مطلوب نحفظها بالترتيب، يعني بدي أحفظ أنا البايت كيلو ميجا جيجا تيرا، هاي بدي أحفظها بالترتيب. كل ما أنزل لتحت الوحدة أكبر، كل ما أطلع لفوق الوحدة أصغر، فأنا بدي أحفظهم بايت كيلو ميجا جيجا تيرا وبيتا إكسا زيتا يوتا، هدول كمان إضافيات للي بده يستزيد، لكن مطلوب أن أحفظهم بالترتيب. مطلوب أعرف كيف أحول من نوع إلى آخر. الآن نحن عندنا قاعدة، إذا أنت بدي تحول من وحدة كبيرة إلى الأصغر بدي أضرب، بدي أحول من وحدة كبيرة إلى الأصغر بدي أضرب. يعني مثلا عندك مشتري أنت 2 كيلو من مادة معينة، 2 كيلو جرام، 2 كيلو جرام، هدول 2 كيلو جرام فيهم كم من جرام؟ فيهم 2000 جرام. ايش سويت انت؟ ضربت الوحدة الكبيرة اللي هي 2 كيلو جرام ضربتها ب 1000 عشان تحول من كيلو جرام الى جرام، بتحول من كيلو الى جرام من الوحدة الاكبر الى الاصغر، فما تحول الوحدة الكبيرة الى الاصغر بدها تضرب. ف 2 كيلو جرام عبارة عن 2 في 1000 جرام يساوي 2000 جرام. نفس المبدأ هنا، اذا انت بدك تحول مثلا من جيجا بايت لميجا بايت، الجيجا بايت الوحده اكبر، الميجا بايت الوحده الاصغر، فبدي اضرب
بدي أضرب، طبعاً بدي أضرب 1024، بدي أضرب 1024، بدي أحول من جيجا بايت إلى كيلو بايت، بدي أحول من جيجا بايت إلى يعني كيلو بايت، بحول الجيجا إلى ميجا فبضرب 1024، بحول الميجا إلى كيلو بضرب 1024. الآن لو أنا بدي أعمل العكس، بدي أحول الوحدة الأصغر إلى الأكبر، بدي أحول الوحدة الأصغر إلى الأكبر، يعني مثلا بدي تحول 10,000 جرام، هذول عبارة عن كم كيلو؟ بتقسم، تحول من الوحدة الأصغر إلى الأكبر، بدي أقسم 10,000 جرام عبارة عن 10 كيلو جرام. إيش سويت أنت؟ قسمت 10,000 جرام على 1000 فطلعوا بالكيلو جرام. نفس المبدأ هنا، بدي أحول من الوحدة الأصغر زي الكيلو إلى الميجا، بدي أحول الكيلو بايت إلى الميجا بايت، فبدي أقسم، بدي أقسم على 1024. مثلا عندي رقم معين بالكيلو بايت بدي أحوله إلى ميجا بايت، بقسمه على 1024 بتحول إلى ميجا بايت. بدي أحول من كيلو بايت إلى جيجا بايت، نفس المبدأ، بدي أقسم، لكن أول إشي بحول الكيلو إلى ميجا بقسمه على 1024، بعدين بحول الميجا إلى جيجا بقسمه على 1024. عشان هيك حفظك لهذا الترتيب مهم جدا، وانت الان كطالب اي تي مطلوب تكون عارفهم اكيد، يعني الكيلو والميجا والجيجا، الكيلو ميجا جيجا تيرا بيتا اكسا يوتا زيتا، هذا مطلوب تكون حافظه. انتوا الان اعتمدوا على الاشياء الموجوده عندك. الان مثال على ذلك، ال5 جيجا بايت، 5 جيجا بايت كم بايت بيساوي؟ الان ال5 جيجا بدي احوله الى البايت، يا ترى انا الان بدي احول الوحده الاصغر الى الاكبر ولا الاكبر الى الاصغر؟ الاكبر الى الاصغر. الاكبر الى الاصغر، ممتاز، بدي احول الوحده الاكبر الى الاصغر، فاذا بدي اضرب، بدي اضرب فورا. انت خذ المثال تبع الكيلوغرام، الكيلوغرام لجرام، الاكبر الاصغر اكيد رح تضرب اكيد. فاذا انا الان بدي اضرب الآن الخمسة جيجا بايت، عشان أحولها لبايت بدي أحولها أول شيء لميجا بضربها بألف أربعة وعشرين، بعدين بحولها لكيلو بضربها بألف أربعة وعشرين، بعدين بحولها لبايت فبضربها بألف أربعة وعشرين. فلاحظوا معي، واحد اثنين ثلاثة، فضربتها بألف أربعة وعشرين ثلاث مرات، ثلاث مرات، فإذا يساوي خمسة الرقم نفسه، الجيجا بايت هي ألف أربعة وعشرين في ألف أربعة وعشرين في ألف أربعة وعشرين بايت. حولنا الجيجا إلى ميجا، هي أول ضرب، الميجا لكيلو الضرب الثاني، الكيلو إلى بايت الضرب الثالث، فبيساوي 5 ضرب 1024 أس 3، وهذا الحكي بيساوي 5 ضرب 2 أس 30، 5 ضرب 2 أس 30، لأن كل 1024 هي 2 أس 10، كل 1024 هي 2 أس 10، فهذا الحكي كأنه عم بحكي أنه يساوي 5 ضرب، اوكي 2 اس 10، كيف اكتبها انا؟ اوكي، فالان كل 1024 هي عباره عن 2 اس 10، فهي 2 اس 10 ضرب 2 اس 10 ضرب 2 اس 10. لما اضرب 2 اس 10، اوكي خليني اكتبها هيك، اوكي ال 1024 هي عباره عن، طيب هذا بيساوي 5 ضرب 2 أس 10 ضرب، لأنه 1024 2 أس 10، 2 أس 10 هي الثانية ضرب الثالثة هي 2 أس 10. يعني بما أنه البيز عندي نفسه 2 2 2 فأنا بجمع الأس بالضرب، فهذا الحكي بيساوي 5 ضرب 2 أس 30، 5 ضرب 2 أس 30 بالبايت. أوكي، الآن هذا مثال. الآن مثال آخر، بدي أحول من 5 تيرا بايت إلى ميجا بايت، بدي أحول من تيرا بايت إلى ميجا بايت، كمان تحويل من الوحدة الكبيرة إلى الأصغر، بدي أضرب، بدي أضرب 1024 مرتين، بدي أحول التيرا إلى جيجا، والجيجا أحولها إلى ميجا، فإذا 10 تيرا بايت عبارة عن 10 في 1024 في 1024 ميجا بايت، وهذا الحكي بيساوي 10 ضرب 2 أس 20 ميجا بايت، لأن كل 1024 هي 2 أس 10، ف 2 أس 10 ضرب 2 أس 10 اللي هي 2 أس 20، هي 2 أس 20. إلا لو أنا بدي أعمل العكس، بدي أحول من كيلو إلى يعني
تيرا بايت مثلا او من كيلو الى جيجا بايت. بالحاله هي انا بحاجه اني اقسم، بحاجه اني اقسم. خليني اعطيكم عليها مثال. مثلا هذا مثال رقم 3، عندنا اثنين مليون كيلو بايت، كم بيساوي هذا بالجيجا بايت؟ مين يحكي الآن شو مطلوب إني أعمل عشان أحول الكيلو إلى جيجا؟ هم نقسم. تمام، بدي أقسم على قديش؟ بدي أقسم على كم؟ 1024. أوكي، على 1024 وحدة ولا أكثر من 1024؟ لا أكثر، أكثر عن مرة، أكثر من مرة. تمام، فبدي أحول هذا الرقم اللي هو 2 مليون 3 زيروز 3 زيروز مرتين، صح؟ أكثر يعني يكون طبعاً على ما على يعني كأنه على 1024 أس 2، عم بقسم على 1024 مضروبة في 1024، أو بقسم أول مرة على 1024 الناتج بقسمه على 1024. تمام، هي 2 مليون تقسيم افتح قوس 1024 ضرب ال 1024، كان قسمت على 1024 بعدين قسمت مرة ثانية على 1024 أو مرة واحدة قسمت على 1024 مضروبة ب 1024. طبعا الأقواس مهمة هنا لأنه بدي أقسم هذا الرقم كله على 1024 في 1024، فبطلع عندك الرقم بنحسب الآلة حاسبة إلى آخره، هيك بيطلع بالوحدة الجيجا بايت. الجيجا بايت طيب شباب، في حد عنده أي سؤال؟ حد عنده أي سؤال؟ أوكي، لأن عندنا الفوليوم حجم البيانات، مثلاً عندك حجم بيانات 30 كيلو بايت، محسوب بالكيلو بايت، زي مثلاً حجم ملف وورد، ون سونج، حجم ملف أغنية أو ملف أوديو عبارة عن 5 ميجا بايت تقريباً، ون موفي فيلم موجود على دي في دي أو موجود على الكمبيوتر عندك حجمه 5 جيجا تقريباً، وعادةً الفيديوز بيكون حجمه كبير، بيكون ريزوليوشن لها غالبا عالي فول اتش دي او اتش دي او حتى قد يكون اكثر من فول اتش دي. عندك 6 مليون بوك، 6 ملايين كتاب الكتروني موجودين على شكل ملفات بي دي اف او وورد راح يخزنوا ب 1 تيرا بايت. والان اي واحد منكم بدور على كمبيوتر اقل حجم للهارد ديسك راح تلاقيه نص تيرا او 1 تيرا او اكثر. اوكي، الان 55 ستوري اوف دي في دي راح يتخزنوا بال1 بيتا بايت. هي البيتا بايت اللي هي بعد التيرا بايت، هي الوحده اللي بعدها، فالبيتا بايت هي عباره عن 1024 يعني تيرا بايت. الداتا اب تو 2003 بيحكوا انه حجم البيانات يعني اللي هم دونوها الى حد الى عام 2003 عباره عن 5 اكسا بايت، 5 اكسا بايت. الاكسل هي الوحدة ما بعد البيتا، لان الداتا ب 2011 اللي هي 1.8 يعني هم بيحكوا عنها الداتا المعروفة لهم في حديث العام 2011 اللي هي 1.8 زيتا بايت. واليوتا بايت اللي هي الوحدة اللي بعد الزيتا بايت اللي هي الـ NSA داتا سنتر، هذا داتا سنتر في امريكا بيحتوي على كميات ضخمة جدا من البيانات حجمه 1 يوتا بايت. فهي عبارة عن وحدات تخزينية اللي هم بعد إن كيلو ميجا جيجا تيرا بيتا إكسا زيتا ويوتا، هي وحدات تخزينية للبيانات. طبعا أظن في وحدات بعد هيك أنا مش متذكرها. حجم البيانات كل ماله عم بيزداد، وحجم البيانات موجود على الانترنت كل ماله عم بيزداد بشكل كبير جدا، حتى احجام الهارد ديسك. يعني انا متذكر الكمبيوترات زمان كان يجي لك الكمبيوتر في هارد ديسك 32 جيجا بايت او 16 جيجا بايت. انت الان بالتليفون تبعك اذا الديسك او اذا الذاكره اللي فيه قليله ما بتاخده، فبتحكي 16 و32 جيجا بايت الان صار حجم عادي للتليفون. فللكمبيوتر اذا ما كان الحجم 1 تيرا او اكثر ما راح تقبل فيه غالبا. ف
لانه حجم الاوبريتنج سيستم عم بيزيد، احجام البرامج كل ما عم بتزيد. طيب الان رح ناخذ احنا يا شباب كيف نحول من نوع الى اخر. فعندنا زي ما حكينا ديسيمال باينري اوكتال وهكسا، بدنا ناخذ تحويل من ديسيمال الى هكسا الى اوكتال الى باينري، من اوكتال الى هكسا الى ديسيمال الى باينري، من باينري الى ديسيمال الى اوكتال الى هكسا، وبالعكس يعني بين كل واحد فيهم الى باقي الانواع. لان اول شيء رح ناخذ اوكي، الان عندنا هون 25 بالديسيمال، حطينا تحتيه 10، هاي ال10 تحتيه معناها هذا البيز، هذا الاساس اللي له. فال25 لما يكون البيز لها 10 فمعناها هذا الرقم بالديسيمال بنظام العشري، هذا بيساوي كم بالباينري؟ بيساوي 11001، هذا الرقم ال11001 هذا رقم بالباينري. حطينا البيز لإله 2 فإذا هذا بالباينري، وهذا الرقم بيساوي 31 بالأوكتل، 31 بنظام الثماني بنظام الأوكتل، وبيساوي 19 بالهكسا، بيساوي 19 أو 19 بالهكسا. فهذول هيك نحن أخذنا مثال على أنه كيف الرقم الواحد بالديسيمال إله تمثيل بالباينري، إله تمثيل بالأوكتل، إله تمثيل بالهكسا ديسيمال. ورح نأخذ نحن بهذه الوحدة كيف نحول من نوع إلى آخر. لأن أول شيء just for fun بس عشان يعني نتسلى، كيف نحول من ديسيمال إلى ديسيمال، كيف تحول من ديسيمال إلى ديسيمال، كيف تحلل هذا الرقم لما يكون عندك بالديسيمال بالنظام العشري. مثلا عندك الرقم 125، عندك الرقم 125، هذا الرقم 125 الخانة على إيدك اليمين هي أحد، اللي بعديها العشرات، اللي بعديها المئات. فما تحكي أنت الرقم 125 الواحد هي قيمتها عالية هنا لأنها مئات، الخمسة هنا أقل من الواحد لأن الخمسة هي هنا عبارة عن أحد، بينما الواحد هنا عبارة عن المئات. فبدنا ننتبه أنه موقع الرقم أو الخانة مهم جدا لما نحول من نوع إلى آخر. كل ما كان على إيدك اليسار كل ما كانت قيمته عالية، ألفات، عشرات الآلاف، مئات الآلاف وهكذا. كل ما كان على إيدك اليمين بتكون القيمة لإله أقل. فالآن أنا هذا الرقم إذا بدي أحلله بحكي خمسة بضربها في البيز اللي هي العشرة وبرفعها أس زيرو، أول رقم بضربه في البيز وبرفعه أس زيرو لأنه أحد، الرقم الثاني اثنين بضربها في البيز اللي هي العشرة وبرفعها أس واحد لأنه أول رقم بحكي له يعني الويت أو يعني برفعه أس زيرو لأنه أحد، الرقم الثاني عشرات برفعه أس واحد، الرقم اللي بعده مئات برفعه أس اثنين، فاثنين أس ضرب عشرة أس واحد، وآخر إشي الواحد ضرب عشرة عشرة أس اثنين. بدنا ننتبه لهي الشغلة. فالآن عشرة أس زيرو واحد، واحد في خمسة خمسة، عشرة أس واحد عشرة، عشرة في اثنين عشرين، عشرة أس اثنين مية، مية في مية في واحد مية. فالخمسة الآن قيمتها خمسة لأنها أحد، الاثنين قيمتها عشرين لأنها عشرات، الواحد قيمتها مية لأنها مئات. وإذا جمعتم مع بعض أنا خمسة زائد عشرين زائد مية بيطلع عندك 125. فهيك الآن إحنا حللنا الرقم وعرفنا الآن كل خانة فيه وشو هو الويت اللي لها. ومهم جدا ننتبه على موقع الديجيت، وين موقع هذا الديجيت، يمين ولا يسار. وهذا الإشي مهم جدا لما نحوله نحنا من نظام إلى نظام آخر، مهم جدا لما حوله أنا من نظام إلى نظام آخر. أوكي، لأن رح نأخذ نحن أول عملية اللي هي نحول من باينري إلى ديسيمال، نحول من باينري إلى ديسيمال. فالآن التكنيك اللي عندنا multiply each bit by 2 to the power n where n is the weight of the bit. الآن أول شيء بدي أضرب كل خانة بالباينري بالبيز اللي لها، البيز اللي لها 2، وبرفعها أس أن، وأن هو البيت للبت، البت اللي على اليمين أول بت على اليمين بعتبر البيت لإله زيرو، اللي بعده واحد، اللي بعده اثنين وهكذا. The weight is the
position of the bit starting from zero on the right. الويت اللي هو موقع البت منبلش من اليمين بزيرو وبعدين برفعه 1 2 3 4 بزيده وآخر إشي add the results آخر شيء بجمع النتائج. مثال على ذلك الآن عندي الرقم 101011 هذا الرقم بالباينري هيه عندي هنا باينري 2 بدي حوله إلى ديسيمال بدي حوله إلى ديسيمال فأول بت اللي هو 1 بضربه في البيز اللي هو 2 والزيرو فواحد ضرب 2 والزيرو لأنه أول بت له ويت زيرو كأنه أحد كأنه أحد البت اللي بعده على اليسار بضربه في البيز اللي هو 2 أس 1 البت اللي بعده اللي هو 0 بضربه في 2 أس 2 البت اللي بعده اللي هو 1 بضربه في 2 أس 3 البت اللي بعده 0 بضربه في 2 أس 4 وآخر بت 1 بضربه في 2 أس 5 الآن بجمع النتائج 2 أس 0 1 1 في 1 1 2 أس 1 1 عفوا 2 أس 1 2 2 في 1 2 0 ضرب 4 0 1 ضرب 2 أس 3 اللي هي 2 في 2 في 2 تطلع 8 2 أس 3 بتطلع 8 8 في 1 8 2 أس 4 اللي هي 16 2 في 2 في 2 في 2 بتطلع 16 16 في 0 0 و2 أس 5 32 32 في 1 32 الآن بجمع النتائج مع بعض 1 و2 بتطلع 2 و8 10 1 11 11 32 43 فبيطلع عندنا الناتج 43 تطلع لنا ناتج 43 إذن الآن الرقم هذا اللي هو 101011 هذا الرقم بالباينري بيساوي 43 بالديسيمال بيساوي 43 بالديسيمال هذا الرقم بالباينري بيساوي 43 بالديسيمال طيب شباب واضح لهلا دكتور بس ليش حطينا 10 تحت وين العشرة تحت تحت 43 اوكي اوكي الان هذا الرقم هون بشير للبيز البيز للرقم انه هذا الرقم عندي كباينري بيساوي 43 بالديسيمال بحط هذا الاشارة عشان اعرف انه هذا الرقم هو اوكتال ولا هكسا ولا يا ديسيمال ايش هو فحطيت 10 عشان أعرف إنه هذا عبارة عن ديسيمال عبارة عن رقم 20 واضح يا شباب يا صبايا واضح اللي عنده أي سؤال يا شباب يسأل دكتور يعني له طريقة للرقم 10 اللي طلعناه ولا كيف عفوا رقم 10 اللي حطيناه تحت تحت كيف طلعنا يعني هلا شوف ال أنا هنا أخذت مثال على التحويل من باينري إلى ديسيمال بدي أحول رقم من باينري إلى ديسيمال فأحوله من باينري إلى ديسيمال زي ما حكينا بضرب البت ضرب 2 أس برفع 0 1 2 3 4 الناتج هذا عبارة عن ديسيمال هيو هذا الناتج عبارة عن ديسيمال فحطيت أنا 10 عشان أعرف إنه هذا 43 بالديسيمال هي إشارة العشرة إشارة إنه هذا الرقم بالديسيمال بس الرقم هو 43 ال 101011 هذا الرقم بالباينري بيساوي 43 بالديسيمال فانا حطيت 10 هون عشان اعرف انه هذا الرقم بالديسيمال واضح يا شباب يا صبايا واضح واضح يا شباب ولا مش واضح؟ واضح دكتور طيب خليني أحل أو أعطيكم مثال تحلوا أنتوا هلا أعطيكم مثال تحلوا أنتوا وأول كم طالب يحله يعمل لي رايز هاند يعني أول طالب كل ما واحد يحل يعمل لي رايز هاند
طيب الرقم اللي بدي اياه تحولوا لي اياه يا شباب اللي هو 0101. حولوا لي هذا الرقم شباب من باينري الى ديسيمال. هذا بالباينري حولوا لي الديسيمال. اللي بيحل يعمل لي رايز هاند. زيرو ون ون زيرو ون ون. حولوا لي من باينري إلى ديسيمال. هي ما ربك خصوصي اليوم بدك تسمع رب الميك اب. يا وديع انتبه انه المايك تبعك ميوت يا وديع. طيب هاي في طالبين حلوهم لحد الان. شباب في حدا لسه عم بحل؟ لسه في حدا عم بحل؟ عندي طالبتين بس عم بين يعني رايز هاند. عاد اختار لسه بنحل. ماشي طيب ماشي الحال خلينا شوي ننتظر العاد. طيب فاطمة بالله قديش بيطلع عندك الناتج يا فاطمة؟ 27. 27. منار قديش الناتج عندك؟ 54. 54. طيب وسيد قديش الناتج؟ 27 دكتور. 27. طيب مين كمان حل؟ مين كمان حل؟ طيب الآن أول بيت 1 43 ولا كيف يطلع 43؟ أنا مش عارف صراحة هلأ بدي حل الرقم. هلأ أول بيت عنده واحد اللي هو 1 ضرب 2 أس 0 فهو 1. البيت الثاني 1 ضرب 2 أس 2 اللي هو 2. البيت الثالث 0 فما راح أجمعه. البيت اللي بعده 1 ضرب 2 أس 3 اللي هي بتطلع 8. 1 2 4 8. والبت اللي بعده 1 ضرب 2 أس 32 عندنا 1 2 4 لا 8 و 16. أوكي فالآن هي 10 و 16 26 و 1 27 فالناتج بيطلع عندنا 27. الناتج عندنا بيطلع 27. بدنا ننتبه على شغلة الحل الأرقام من اليمين. البت اللي على اليمين له اقل ويت. انا بلشت العكس بالضبط. طيب بلشت بالعكس. هذا هو البت اللي على اليمين له اقل ويت اللي هو الاحاد بعدين عشرات مئات كانه عشرات ومئات فبدنا ننتبه للشغله هاي. اللي عكسها طلع معه رقم ثاني فبيطلع الناتج عندنا 27 بالديسيمال. 27 بالديسيمال. الان في طريقه سهله يعني للحل. الان بما انه هذا الارقام بالباينري وانا بدي احولهم الى ديسيمال أول بت اللي هو 2 أس 0 اللي هو 1. البت الثاني اللي هو 2 أس 1 يعني 2. البت الثالث 0 اللي هي 2 أس 2 4 بس أنا ما حطيتها لأنها 0. اللي بعده 2 أس 3 اللي هي بتطلع يعني 8 حطيتها. واللي بعدها تطلع 16 اللي هي 2 أس 4 16. وجمعت 1 و 2 و 8 و 16. تقدر انك يعني تستخدم الطريقة هاي لكن شوية يعني طويلة.
طريقة هاي تجي أسرع، لكن مطلوب يعطوك نفس النتيجة. أوكي. طيب الآن ننتقل للتحويل لنوع آخر. الآن بدنا نأخذ تحويل من أوكتل إلى ديسيمال. أخذنا من باينري إلى ديسيمال، الآن بدنا نحول من أوكتل إلى ديسيمال، كمان رح نستعمل الضرب. كمان رح نستعمل الضرب. فأوكتل تو ديسيمال، بدي أحول من نظام الثماني إلى النظام العشري. التكنيك الآن multiply each bit by 8 to the power n where n is the weight of the bit. بدي أضرب كل رقم بالبيز اللي لقيله، بما أنه بدي أحول من أوكتل فالبيز لقيله 8، فبضرب كل رقم كل خانة كل ديجيت ب 8. 8 أس أنه N هو البيت، N هو البيت، والبيت بتعرفوا the weight is the position of the bit of the digit starting from 0 on the right. ببلش من اليمين، أول خانة الويت لها زيرو من اليمين، اللي بعدها لها ويت واحد، اللي بعدها لها ويت اثنين، وهكذا. بعد هيك add the results، يعني نفس التكنيك السابق، نفس التكنيك السابق، لكن هون بدل ما أضرب في اثنين أس أن، هون عم أضرب ثمانية في أس ثمانية أس أن، لأنه أنا عم بحول من أوكتل، من أوكتل لديسيمال. لأن مثال على ذلك عندنا الرقم 724، هذا بالأوكتل، هذا بالأوكتل، هاي الثماني موجود هنا، فبدي أحوله أنا إلى ديسيمال، بحوله إلى ديسيمال، بضرب الأربعة في ثمانية أس زيرو، بعدين بجمعها مع اثنين أس ضرب ثمانية أس واحد، زائد سبعة في ثمانية أس اثنين. الآن ثمانية أس زيرو عبارة عن واحد، واحد في أربعة أربعة، 8 أس 1 8، 8 في 2 تطلع 16، 8 أس 2 64، 64 بي 7 تضربوها تطلع 448. لما بجمع النتائج مع بعض بيطلع عندنا 468 بالديسيمال، 468 بالديسيمال. فالسبعة 2 4 هذا بالأوكتل، هذا بيساوي 468 بالديسيمال. طبعاً في ملاحظة الآن، الرقم بالأوكتل ما في 8 ولا 9، لأنه نظام أوكتل نظام ثماني، فبيحتوي على الأرقام من 0 إلى 7، هذا النظام الثماني من 0 إلى 7، ما في رقم 8، يعني ما في بيانات 8 إلا البيز تبعه بس، أما هو كرقم ما في 8 ولا 9 لأنه رقم ثماني، كل خانة فيها إلها 8 احتمالات من 0 إلى 7 بس. طيب الآن خلينا نعطيكم مثال شباب تحلوه أنتم لحالكم، هلأ نشوف مين بيحله قبل ومين بيحله صح. خلينا نحكي الرقم 1 2 5، هذا رقم صغير وخفيف، 1 2 5 هذا بالأوكتل، حولوا لي إلى ديسيمال، حولوا لي يعني لديسيمال. هذا الرقم بالأوكتل 125 أو 125، حولوا لي إلى ديسيمال. ممتاز ما شاء الله، هاي في طالبة خلصت. يلا خلينا نعطيكم شوية وقت نشوف مين بيحل كمان. صار 3 4، ممتاز. طيب خلينا نشوف الآن زين، تفضلي يا زين، كم الرقم يطلع عندك؟ 107 دكتور، 107. 107 تمام. طيب فاطمة كم الرقم عندك طلع؟ فاطمة، منار كم الناتج عندك طلع؟ 85. 85، هي إلنا 85. أوكي. طيب أسيد كم الناتج عندك أسيد؟ 85 دكتور. 85. باسل كم الناتج عندك يا باسل؟ 85. ها، معنا الأغلبية 85، إن شاء الله يطلع، يعني إن شاء الله إنه يطلع الأغلبية حلكم صح. أوكي الآن خلينا أحوله. أول شيء عندنا 5 ضرب 2 أس 8، سوري 5 ضرب 8 أس 0، 8 أس 0 1، فواحد في 5 5،
زائد. الآن 2 ضرب 8 أس 1، 8 أس 1 8، 8 في 2 16، زائد 1 ضرب 8 أس 2، 8 أس 2 64، 64 في 1 64. فعندنا 64 زائد 16 اللي هي 80، 80 زائد 5 85، وبيطلع الناتج عندنا 85. فال 125 او ال 125 بالاوكتال بيساوي 85 بالديسيمال، بيساوي 85 بالديسيمال. طيب شباب، في حد عنده اي سؤال قبل ما انتقل لنوع تحويل اخر؟ حد عنده اي سؤال؟ هي الوحدة مهمة جدا لطلاب السي اس، ومهمة جدا لاي طالب اي تي تكون عنده الاساسيات كيف تحول من نظام الى اخر، لانه هي مهمة جدا قد تحتاجوها في مساقات اخرى. طلاب السي اس راح تحتاجوها في مساق الاركيتكتشر، الاركيتكتشر في مساق الديجيتال، ما بعرف اذا هلا لسه اجباري عليكم ولا لا، من الخطه بتتغير. طيب الان رح ناخذ التحويل من الهكسا الى ديسيمال. اخذنا من باينري الى ديسيمال، كنا نضرب في البيز 2 نرفع الاس 0 1 2. اخذنا تحويل من اوكتال الى ديسيمال، كنا نضرب الرقم الاوكتال في البيز اللي هو 8 ونرفع الاس 0 1 2. الان بدي اضرب الرقم اللي هو الهكسا ديسيمال اللي هو اضربه في البيز 16 وارفعه اس 0 1 2 3 4 وهكذا. فالان اخر تحويل عندنا الى ديسيمال اللي هو من هكسا الى ديسيمال. Multiply each bit by 16 to the power n, where n is the weight of the bit. بدي أضرب كل digit ضرب 16 أس n، والn هو الـ weight لهذا الـ digit. The weight is the position of the bit starting from 0 on the right. وهذا الإشي معروف لإلنا at the results. لأن مثال على ذلك عندنا ABC. عندنا ABC. بدنا ننتبه الآن إنه النظام السادس عشر 16 الهكسا، عندك 16 احتمال لكل خانة، 16 احتمال لكل ديجيت اللي هم من 0 ل 9 اللي هم الأرقام المعروفة لإلنا من 0 إلى 9. بعد 9 عندك A بالهكسا هي عبارة عن 10 بالديسيمال، A بالهكسا عبارة عن 10 بالديسيمال، B بالهكسا عبارة عن 11 بالديسيمال، C بالهكسا عبارة عن 12 وهكذا. هذه النقطة مهم إني أنتبه إلها أنا لما أحول أي رقم بالنظام السادس عشر، لما أحول أي رقم بالنظام السادس عشر. فعندك الـ A إن هكسا وهي إن ديسيمال، فالـ A بالهكسا هي عبارة عن 10 بالديسيمال، الـ B بالهكسا أوكي، الآن الـ B بالهكسا هي عبارة عن 11 بالديسيمال، بعدين عندنا الـ C بالهكسا عبارة عن 12 بالديسيمال، A B C D بالهكسا عبارة عن 13 بالديسيمال، وال E بالهكسا عبارة عن 14 بالديسيمال، وأخيرا ال F بالهكسا عبارة عن 15. هاي الأرقام شوي غريبة علينا، بينما الزيرو بالهكسا عبارة عن زيرو بالديسيمال، الواحد بالهكسا عبارة عن واحد بالديسيمال، الخمسة بالهكسا عبارة عن خمسة بالديسيمال، الA بالهكسا عبارة عن عشرة، لأنه الهكسا بكرر كل خانة فيها إلها 16 احتمال من 0 ل 9 معروفة لإلنا. بعد التسعة عندك A B C D E F، فبالتالي الهكسا
الهكسا يعني الهكسا ديسيمال نمبر مقصود فيها، انا بحكي هكسا مقصود فيها هكسا ديسيمال نمبر، هذا اختصار لهكسا ديسيمال نمبر اللي هي الارقام بنظام السادس عشر. الاحتمالات الخانة الواحدة 0 او 1 او 2 او 3 او 4 او 5 او 6 او 7 او 8 او 9. بعد ال 9 ايش بيجي؟ شو بيجي بعد ال 9؟ ايه بالضبط، بيجي بعد ال 9 ايه، ممتاز. بعد ال 9 بعندنا ايه، بعد ال A B، بعد ال B C، بعدين D، بعدين E، بعدين F. من 0 ل 9 هاي أرقام المعتادة بالنسبة لنا. بعدين 10 ديسيمال هي A هكسا، 11 ديسيمال هي B هكسا، 12 ديسيمال هي C هكسا، 13 ديسيمال عبارة عن D هكسا، 14 ديسيمال هي E هكسا، 15 ديسيمال هي F، 15 ديسيمال هي F. فهون الهكسا مثلت فيه 16 رقم، بقدر أمثل فيه 16 رقم اللي هم من 0 إلى 15، من 0 إلى 15. هدول قديش عددهم؟ 16. قديش عددهم؟ 16، لأنه من 0 ل 15 هدول عددهم 16. من 1 ل 15 بيطلعوا 15، من 0 ل 15 بيطلعوا 16. فبدنا ننتبه لهي النقطة اللي هي A B C D E F، هدول عبارة عن خانة واحدة بالهكسا. هذا الإشي مش موجود لا بالباينري ولا بالديسيمال ولا بالأوكتل. أوكي طيب، الآن نرجع للمثال. عندنا A B C بالهكسا، الـ A B C بالهكسا بدي حوله إلى الديسيمال، بدي أضرب كل رقم في البيز اللي هو 16 وأرفعه الأس، أس الويت، الـ C أسها 0، الـ B أسها 1، الـ A أسها 2 بالترتيب من اليمين إلى اليسار. لأن الـ C اللي هي 12، الـ C عبارة عن 12، لأنه A عبارة عن 10، الـ B 11، الـ C 12. فالـ C 12 بضربها في 16 اللي هي البيز أس 0، هي 12 ضرب 16 أس 0 هي 1. الآن زائد الـ B ضرب 16 أس 1، الـ B هي إلها الويت 1، والـ B عبارة عن 11، الـ B عبارة عن 11، هي 11 ضرب 16 أس 1 16، 11 ضرب 16 هي 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 قيمة الـ B هنا في هذا الرقم. والـ A اللي هي A ضرب 16 أس 2، لأنه الـ A لها الويت 2، 0 للـ C، 1 للـ B، 2 للـ A. فالـ A ضرب 16 أس 2، والـ A هي عبارة عن 10 بالديسيمال، عبارة عن 10 بالديسيمال، و16 أس 2 اللي هي 256، اللي هي 256، فعشرة ضرب 256. الآن بضرب 1 في 12 12، 11 في 16 نحسبها تطلع 176، وعشرة في 256 بيطلع عنا 2560. بجمع الأرقام مع بعض بيطلع الناتج عنا 2748، 2748 بالديسيمال. هذا الرقم هو نفسه الـ ABC بالهكسا، هذا الرقم هو نفسه الـ ABC بالهكسا. طيب شباب، لحد الآن واضح؟ حد عنده أي سؤال؟ حد عنده أي سؤال؟ دكتور راشد، دائما لما نحول دائما مثلا لديسيمال دائما بيكون 10 رقم، عفوا عند آخر شيء لما نحول مثلا من أي شيء لديسيمال، نعم بيكون الرقم 10. هلا منحول اي رقم الى ديسيمال بحط البيز للرقم بدي احول له، بحيث اعرف هذا الرقم لاني حولته هو ديسيمال هو باينري هو اوكتل، فانا بحط 10 انه هذا الرقم بالديسيمال. اه تمام، تفضل يا ليث. دكتور لو اجانا رقم قبل يعني من 1 ل 9 تمام، نتعامل معه عادي قبل الرموز؟ بالضبط، بنعامل معه بشكل عادي. يعني أنا هون تعاملت مع السي إنها 12، لو كان بدال السي مثلا 4، كان هون عندي 4، بحكي 4 ضرب 16 أس 0 مباشرة، 4 ضرب 16 أس 0 1، يعني 4 في 1 بيطلع لنا 4. آه تمام دكتور. والآن راح أحل مثال عليه، أكيد راح أحل مثال في ABC وفي أرقام كمان. طيب شباب، قبل ما أمسح هذول اللي أمامي، حد عنده أي سؤال؟
قبل ما امسحهم. حدا عنده اي سؤال؟ اوكي طيب، لان خلينا نعطيكم مثال تحلوه، بعد هيك بحله امامكم. تحويل من هكسا الى ديسمال، تحول رقم من هكسا الى ديسمال. واحد A B C D، واحد D سبعة، واحد D سبعة. هذا الرقم بالهكسا حولوا لي يا شباب إلى الديسمال، بكم الحال بيعمل لي رايز هاند؟ حولوا لي هذا الرقم من هكسا إلى ديسمال. 1D7 هاي الوحدة ممتعة يعني حقيقة، أنا لما أعطيها للطلاب بستمتع فيها والطلاب بيندمجوا معي فيها بشكل ممتاز، يعني ما فيها نظريات كثير، ما فيها حكي كثير، الوحدة كلها أرقام وتحويلات، فالوحدة هي ممتعة. طيب هي عندنا صبية كملت، خلينا نشوف مين راح يكمل كمان. تمام، هي صاروا ثلاثة أربعة عم يشاركوا معي أنفسهم، يعني أنا برغب تكون عندي مشاركة أكبر من هيك، يعني عندي ثلاث أربع طلاب عم بيشاركوا معي بكل محاضرة هلأ، هي المحاضرة يعني. طيب تفضلي يا منار، كم بيطلع عندك الرقم؟ 471. طيب حد عنده حل ثاني؟ تسليم، أسيد، باسل؟ لا 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 دكتور، نفس الجواب. نفس الجواب. فاطمة، زين؟ نفس الجواب دكتور. ممتاز، معناها إن شاء الله بيطلع الجواب صح. أوكي، الآن أول شيء السبعة، بدي أضرب السبعة ضرب 16 أس 0، سبعة ضرب 16 أس 0 بيطلع السبعة، يعني كأني بحكي سبعة ضرب واحد زائد الدي ضرب 16 أس 1. الآن الدي اللي هي 13، دي 13، ف 13 ضرب 16 أس 1 زائد الواحد ضرب 16 أس 2، 16 أس 2 256، 256 و56 ويساوي الآن هي السبعة 13 في 16 160، 160 وثلاثة في 16 16 32 و16 48. كم بيطلع؟ 208 دكتور. 208 هي 160 زائد 48، 208 صحيح، زائد 256 فبيطلع عندنا 400، هي 56 و8 بيطلع 64، 64 و7 71. اوكي تمام، 471 فاذا الحل صح، 471 هذا الرقم بالديسيمال، فالرقم ال 1D7 هذا عباره عن 471 او 471 بالديسيمال. اوكي طيب يا شباب، في حد عنده اي سؤال؟ في حد عنده اي سؤال؟ اوكي هيك الان اخذنا كيف نحول بين كل نوع الى الديسيمال، من باينري للديسيمال، من اوكتال للديسيمال، من هكسا للديسيمال، كان كلها ضرب، لكن ضرب البيز واس الويت. ضرب البيز للرقم اللي انت راح تحول منه، الباينري البيز 2، الاوكتال البيز بيكون 8، الهكسا البيز بيكون 16. الان راح ناخذ كيف نحول من ديسيمال الى باينري، من ديسيمال الى باينري، من نظام العشري الى النظام الثنائي. التكنيك اللي عندنا الان ديفايد باي 2 كيب تراك اوف ذا ريمايندر،
بدي أقسم على اثنين وأبقى أتابع الريمايندر اللي هو باقي القسمة. First reminder is bit zero اللي هو lowest يعني أو least significant bit. أول reminder له أقل قيمة, له أقل قيمة بيكون موجود على اليسار, سوري بيكون موجود على اليمين. والسكند ريمايندر از بيت 1 وهكذا. طيب الان عندنا الرقم نحن 125, هذا الرقم 125 بالديسمال, بدي احوله انا الان الى الباينري, بدي احول من ديسمال الى باينري, بدي اقسم, بدي اقسم, فبقسم انا اوكي بقسم الرقم على 2 وبشوف ناتج القسمه وباقي القسمه, لان 125 على 2 تطلع 62 كانتجر, لان هي بتطلع 62.5, تطلع 62.5 فهي تطلع كانتجر 62, فباقي القسمه بيكون 1. كيف؟ ال 125 ماينس 62 في 2. اول شيء قسمت ال 125 على 2 بيطلع عندنا ناتج القسمه 62. اذا في كسور بتجاهلهم, اذا في كسور راح اتجاهلهم, فال 125 على 2 بيطلع عندنا 62 بدون كسور. باقي القسم قديش بيطلع؟ بطرح ال 125 ماينس 2 في 62 اللي هي 120 و 25 سالب 62 ضرب 2 عشان أعرف باقي القسمة, لأن 62 في 2 بيطلع 124, ف 125 ماينس 124 بيطلع لنا 1, فباقي القسمة 1 اللي هو الريمايندر. المد اللي أخذ لغة برمجة عندك المد بيعطيك الريمايندر هو باقي القسمة, لأن 62 الآن ناتج القسمة هذا بقسمه مرة ثانية على 2, ف 62 على 2 بيطلع 31, بيطلع 31, باقي القسمة ما في, لأنه 31 في 2 62, 62 ماينس 62 بيطلع عندك 0, فما في عندك باقي القسمة, لأن 31 بقسمها على 2 تطلع 15 كانتجر, تطلع 15 وباقي القسمة 1, اللي هي 15 في 2 تطلع 30, 31 ماينس يعني 30 1, فالريمايندر بيطلع لنا 1, لأن 15 على 2 بيطلع 7 وباقي القسمة 1, لأنه 7 في 2 14, 15 ماينس 14 1, 7 على 2 بيطلع 3 باقي القسمة 1, 3 على 2 بيطلع عندنا 1 باقي القسمة 1, 1 على 2 0 باقي القسمة 1. متى ما صار عندك ناتج القسمة 0 ستوب, متى ما صار عندك ناتج القسمة 0 خلاص ستوب, بتوقف. فالآن أول بيت بيطلع عندك هذا له lowest value, وآخر بيت عندك هذا له highest value, واللوست value بيكون على إيدك اليمين والهايست فاليو بيكون على ايدك اليسار. فالان بضع النتيجه 1 من اليمين, هاي من فوق من اليمين, 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. اوكي, فبدي انتبه انه اخر ناتج عندي هذا له هايست فاليو, واول ناتج عندي اول ريمايندر عندي هذا له لوست فاليو, لانه عكسهم بيعطيك الناتج خطا, عكسهم بيعطيك الناتج خطا. فهذا ال1 0 هذا من اليمين, هذا الويت له 0, الويت له 1 2 3 4 5 6, فهذا بيكون من الاخير, فهذا هو الناتج عندنا. اوكي شباب, في حد عنده اي سؤال؟ في حدا عنده أي سؤال؟ طيب واضح؟ واضح يا شباب؟ ها دكتور واضح. طيب أوكي, الآن خلينا أعطيكم رقم بسيط تحلوه ونشوف الآن شو النتيجة بتطلع. الرقم 85, حولوا الرقم 85
من ديسيمال إلى باينري. 85 حولوا لي إلى باينري. عن طريق القسمة، وتتابع ناتج القسمة باقي القسمة. طبعاً مهم جدا انك تنتبه لما بتقسم اي خربطه عندك هون، يعني اي بت تقلبه انت من 0 ل 1 او 1 0 راح يطلع عندك الحل في خطا. على كل حال بركي المحاضره الجايه بعطيكم طريقه اسهل للتحويل، في طريقه ثانيه اسهل، لكن مهم تعرف القسمه، مهم تعرف القسمه، في طريقه ثانيه اسهل عشان تحول من باينري الى ديسيمال، عفوا من ديسيمال الى باينري. طيب تفضل يا باسل، كم بيطلع عندك الناتج؟ 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0. بعدين من باسل 1 0 1 كمان 1 0 1. آه هيك يعني. آه بالضبط. 1 0 1 0 1 0 1. طيب تفضل يا صبية، مين بعد باسل؟ أنا فاطمة، كم الناتج عندك فاطمة؟ أو زين. زين 1 0 1 1 1 0 1. أوكي هذا من اليسار. 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1. يعني هيك 1 0 1 1 1 0 1. كمان مين عنده حل؟ معتز. اه دكتور نفس اول جواب 1 0 1 0 1 0 1. اوكي نفس جواب زي تمام يا اشكركم يا شباب. طيب خلينا الان نحول الناتج، نحول قسمه طيب عندنا الناتج الآن أو الرقم 85، بدي أقسمه على 2 وأشوف ناتج القسمة. الآن 85 على 2 بيطلع عندنا 42 وباقي القسمة 1. 42 في 2 بيطلع 84، 85 ماينس 84 1. الآن 82 على 2 تطلع 21 وناتج القسمة ريمايندر 0. الآن 21 على 2 بيطلع عندنا 10 ريمايندر 1، و10 على 2 بيطلع عندنا 5 ريمايندر 0، 5 على 2 بيطلع عندنا 2 ريمايندر 1، 2 على 2 بيطلع عندنا 1 ريمايندر 0، 1 على 2 بيطلع عندنا 0 ريمايندر 1، وعند ال 0 هي بنوقف. فالناتج راح يكون من اليمين 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1. فهذا الناتج صح، هذا الناتج صح، هذا الحل خطأ، هذا الحل خطأ.
لأن إحنا بنقدر نتأكد أن الحل هذا إنه صح أو لا، إنه حوله من باينري إلى ديسيمال، أحوله من باينري إلى ديسيمال. فعندي أول بيت هنا 1 1، يعني 2 أس 0 1، هذا 2 أس 1 2، طبعاً 0 راح أتجاهله، 2 أس 2 4، فهي 4، بعدين 2 أس 3 8 بتجاهله، 2 أس 4 16، بعدين عندنا 32 هي 0، بعدين عندنا 64، عندي 1 2 لا 4 8 لا 16 32 لا 64. أوكي، فلان 4 و16 هي 20، و64 84 و1 85، وال85 هي هنا، فإذا حلنا صح. الناتج راح يكون هيك 1 0 1 0 1 0 1، فهذا هو الناتج. طبعا في هذا الحل يعني هلا أخذته من فوق أو من تحت مش راح تتفرد معك، بس غالبا تفرد معك، غالبا تفرد معك. انتبه انه هذا له lowest value والاخير له highest value، هذا الاشي مهم جدا تنتبه له عشان ما تعطينا نتيجه بالعكس معكوسه. طيب شباب، في حد عنده اي سؤال؟